ولكل داء دواء، وكما أن لكل داء دواء فلكل داء أسبابه، وقد اجتمع العقلاء في كل زمان ومكان وآن على أن أول خطوة من علاج أي مرض أو أي مشكل لا بد أولا من تشخيص الداء تشخيصا حقيقيا كاملا بينا ظاهرا، ليتسنى لنا إما تجنبه أو علاجه. مرنش ذيهم الجين سغدوا نحرق معرو عما سدقن فيغ، مرنش ذيهم السي قاسق ذيهم السي وكشي الدوان تمسي يود الجنزارة ببذن غين من أنغيقين تمسي إني قاثيم السي واجيبو ذرهراش قاثيم السي ذي العالم أخر هراش ذي جن العرض من أعراض المرض ذي مسيت الشانغ، دليل على أنه قل جسم ذيس إجن رهراش قد نسان عالج ذي مسي غنجر هراش ذاخر أتقيم مسين تحتس تكوت قعد تكوت قعد يمين أنغي خسن أنشخص المرض أنزل المرض من يعنى. والخبراء والأطباء يقولون تشخيص الداء نصف العلاج. مني تشخص بنادم رهراش اتسن مانيز دي كرهراش ازين مبرد ذي الدواء نفيث نحققيث. فلذلك ايها الاحباب وفق على انه مرينا ذي سقسان غاس نرحق وسيغ درق غاس ندربون بس من اني يعذون الجيخن في حي صبيس إويني ينغ من غانق وهذا نتقديجنا الخطبة. إذا من غانق أنسير الجمعة يد الجمعة دي قان من يخسى غانق باش وانتي وضغ الطلاق. لذلك أعيروني القلوب والأسماع وافهموا عني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع أن ننقذ ما يمكن إنقاذه وأن نتدارك ما يمكن تداركه في هذه الأسر وفي هذه العلاقات الزوجية. أيها الأحباب بادئ ذي بدء ذم الزوح إن ذي تسقسان ولعله مارا تسقسا من يخسانك باش تفضو أنت وضغ الطلاق ذم الزوح وكسيت تخافي خذوها عني. والنخس نذي عيشي قدخ الإسلام والنخس نذي عيشي قدخ الشرع انصدار به والنخس نذي عيشة ذي من عيش مبريد الشرع انصدار به ذي عيش مبريد واني تنهر ما يعزي يسجي والنهر ما يرجع ذي قست زيوضي والنهر ما يرجع ذي حل المشاكل والنخس نذي عيش الحياة اني نوايد جين دي مسر من أذي عيش الحياة من الغرب ذي الحياة الحياة المادية ذي الحياة من الشهوات ذي الحياة الانحلال من ربقة الدين والانعزال عن أوامر الدين وضرب عرض الحائط بأوامر الدين ونواهيه ونتاء قاغس مرجل خصدة عيش ذا مني عجباش الحياة مني شيخ وعروان شسيدي وما أهز على قلبك لأن قمين غايوظني هنا غاس انت وضدرشك من غايوظني هنا غاس انت وضدرش وني يجينا ذي عيش ذي هده نسك تمغاه نستاونس ثني يجينا تعيش كذوايز نستاونس أدور مضجن الدين تحت مظلة الشرع والدين ونتاغ ذا سنيني راجا من غايوظن شك بنادم يزو ذي عيش مضيرنو مع أن الشرع النغ الدين النغ واجبو عكس تقدم ولا الحضارة ولا الرقي ولا الازدهار وإنما الدين النغ كونترا إلى انحلال كونترا التفسخ كونترا أنه غد سمحق ذي الشرع ذي الدين من نخسن ذي عيشة مني هذه السن الذي يوض غامين غايوضن هذه كسيخ وعروا النس القارس الشيني مزيغنا ذي أتي شمذ مليح هذه قنق موم النس هذه أي احترانكير أما يزو ذي عيش الحياة نسن ومن
بعد أبي زعم مش زار عني هنا يزدي مجامين مجاني مسر من هذا محال محال طعماسي الجن إذا من دير ذي الجن وإذا شقع نغيزاع شوش مغيرة أذي مجارا تي من دي فارينا عما ستيري لذلك رب سبحانه وتعالى من نغينا إن قسمة رمليح ذي كوشي نوم ذي الدهن نوم ذي التجارة نوم ذي الإدارة نوم ذي الحكام نوم ذي الحياة نوم تكمر لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إيوا سيدي ربي مران شويه شويه مو شويه مين دايس مران سيد شويه نسيها نسمح شويه نسيها نبعد شويه نسيها ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كسير كمين تخسر عار اخر بحور تعيش ذي الحياه من نواجين دي مسرمن ثوي تغث الدهن شمين تتوين نواجين دي مسرمن ثوي واذ ممشقاني نواجين حقا اقنهن مطورين مشغون قو ذي قابو ممش تمسح قيني تعيش الحياه نستكمر يتجاد كي ستيحن جان غون قاق قارس روح تحتاق وحد واذي النيرا ديش نحشت من عيد جارس داكيس أماس صديقة خليلة عشيقة إجتكيز قش كتفاياد هذا شيني من ظننش واش تقدي غادي النفقة سوجد هذا المثال فقط فلذلك تساسم الزوا يخسن أثن الساس وني يخسن وايتي وضغى الطلاق يخسى ذي يمرش ني يمرش أذي عيش خشر عن سيدة ربي أذي عيش أدور مضج الدين أذي عيش أكل القرآن ذي السنة أذي عيش أكل ذمنين ربي ذمنين النبي هذا لا يعني أنه قد يعيش المثالية أذي عيش قا ويتوقع والو ويتوقع سوء تفاهم ولا ذا شيني واقش قرن عيش تسديني واقش ما غتغط غير شقا جن سقط الدنياني لقد خلقنا الإنسان في كبد قلابد الدنيا ذا سوين تمارا ذا سويتن نخشي وين ذا سويتن المشي تدهن النبي صلى الله عليه وسلم تغيت وقع استؤتفه مكتم غارينس جشن جن خازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا لا يعني أنه أتعدج لا بإذن الله جل وعلا والتعدج فلذلك أيها الأحباب ذو هذا الأساس ونخسن ويتوض غطلق أذي عيشك الشرع عن سيدة ربي آيزن ثم غارين مين دايس دي الشرع عن سيدة ربي خوصن مين دايس دي الشرع عن سيدة ربي هاد زامنا نغي قادين النغ وستيدت مران قيم مغان عيش مليح نغوان تعيش بو مليح الشرع عن سيدة ربي إننا نقبر غاث مرشم شوات سيدة ربي قد صلاة الاستخارة شرع سيدة ربي إننا نقبرت مرشم قد صلاة الاستخارة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها مذي غين قفرا غاست حنجاث هذا حرد صلاة الاستخارة مذي سغين نيد حنجاث قا غام داس نشنيو ذا نشم خضبا أطرحت صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة نسيور خس في خطبة مستقلة ونيخسنا غاسي دورة قتم سجلة ذي الموقع للإخوان الإسلاميين